قدم اليوم رئيس جمعية الشباب من أجل السلام والتوعية والمواطنة موسى جبرين رحمة الله بيانا صحفيا تناول من خلاله بعض المواضيع التي تتناولها بعض الصحف المحلية والتي تدعو إلى التحريض والعنف. متابع جزء من البيان في ميكروفون الزميلة ابتسام موسى عبد الله. لجي بي اس اي لاحظت في الآونة الأخير بعد من القتاح عن الصحف المكتوبة قاعدين بيقوموا بأعمال أو التصرفات الما عديدة تصرفات عن البرجل عشان يبرجلوا الحالة والعافية اللي قاعدين يمشوها الآن. قاعدين بكتبوا كتب بنزل قبائل ديب وادي وأيضا قاعدين بكتبوا كتابة حتى قاعدين بلهجوا شرف عن الإنسان إنسيتاسيون على هن وكذلك قاعدين بيجوبوا فتن الفتن ده لا جي بي اس ما راضي يفوقها والفتن دي بقت في سنة 1994 في بلدان آخر اللي كان سببتها الإزاعة بنادوها ميركولين وفتن ده جاب برجل بالهن في أمام حالة دي لا جي بي اس تطلب من الصحف خليه يشوفوا ويحترموا قوانين بالأخص القانون رقم 017 القاتل ينزمه لا جي بي اس تطلب من المجلس الأعلى للإيلام وكذلك للأودومات مراقبة عن النظام عن الصحافة خليه يبينوا القانون رقم 17. هكذا مشاهدي الكرام انتهت الأخبار ونشكركم على المتابعة.